يا اهلا وسهلا ومرحبا فيكم بفيديو جديد على قناتي اس واي لايف ستايل. نورتوني من جديد. اذا كنتوا قدام على القناة فعلوا زر الجرس، واذا كنتوا جداد فعلوا زر الجرس وحطوا لايك وشوفوا الفيديوهات القديمة، راح تحبوها كتير وتعجبكم، وخبروني رأيكم بهذا الفيديو تحت بصندوق التعليقات. بهذا الفيديو قررت اشارك معكم سفرتي لدولة سويسرا، واخذكم معي وتشارك معكم كل التفاصيل والتكاليف والمناطق الحلوة اللي رحت عليها، وكمان بدي اشكركم كتير على ردة فعلكم الحلوة ورسائلكم على الفيديو الماضي. بعد سواقة متواصلة لمدة 3 ساعات نقص 6 ساعات ونص، قررنا نوقف نرتاح نشرب وناكل ونفرفش شوي نريح وبعدها نكفي طريقنا. رح اعرض لكم الطريق بشكل كتير 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 سريع، وهلأ خلونا نبلش مونتاج. بعد كل ساعات السفر واخيرا وصلنا على مدينة زيورخ. بصراحة كتير تعبانين، يمكن هالشي واضح من صوتي، بس بدنا نوصل على الاوتيل نرتاح ونحط اغراضنا، وكمان نطلع على المدن او المناطق اللي حابين نحن نزورها ونشوفها بهاي المدينة. معلومات سريعة، زيورخ اغنى دولة بالعالم، تصنف اكثر دولة فيها امان وهدوء بالعالم، تصنف من اغلى الدول وافضل الدول للعيش بالعالم كمان. وكمان بزيورخ في أكبر سوق للذهب بالعالم كلياته. صنفت جامعة زيورخ على أنها ثالث أفضل جامعة بأوروبا بعد جامعة أكسفورد وكامبريدج. تحدي سريع لكم، اكتبوا لي بالكومنت إذا عندكم معلومة عن سويسرا أو عن مدينة زيورخ حصرا. بنات بدي أخبركم عن شغلة كمان، إحنا عملناها أول ما طلعنا من ألمانيا ودخلنا على سويسرا، فعلنا ميزة خارج ألمانيا لأنه سويسرا معنا من دول الاتحاد الأوروبي، وهذا الشيء بخليكم تصرفوا نت بس التكاليف وأسعار دولية، وهذا الشيء كتير كتير غالي. ففعلت ميزة خارج ألمانيا وهي بياخدوا عليها رسوم بس 5 يورو. يلي استغربتوا أنه بسويسرا بيحكوا لغتين، لغة سويسرية واللغة الألمانية، فنحن بسهولة حكينا معهم ألماني وهن كمان بيحكوا ألماني، بيفهموا عليكم بتفهموا عليهم بكل وضوح. بس لاستغربتوا أنه هي اللغة السويسرية بيحكوها بس بين بعض، يعني السويسريين بين بعض بيحكوا اللغة السويسرية، مثلا بين الأصدقاء بين بالمدرسة بيفرضوها فقط، غير هيك هي لا تستخدم عندهم. هذا الشيء بصراحة أنا شفته كتير كتير غريب. حرفيا يا بنات أصعب شيء لهلا مرينا فيه بهي السفرة هي إن نلاقي بارك بمدينة زيورخ. أصعب شيء لهلا صرنا بحدود ساعة عم نلف ونلف 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 وما في بارك وما في صفة سيارة، لأنه المدينة كتير عجقة وفي بحيرة قريبة من هون، فالعالم كلها بتصيف هونيك. واحدة من الشغلات اللي لفتت من الترام أو الشتغاسن بان هو من أكثر المواصلات اللي مشهورة بمدينة زيورخ، وكمان البسكليتات والموتورات نفس الشيء بتعمل زحمة كتير كبيرة، مع هيك هي من أرخص وسائل المواصلات ومتوفرة كتير، مو بس لأهل البلد والزوار والسياح كمان، ومثل ما خبركم هي جدا رخيصة بهاي البلد. طبعا بدي خبركم عن شغلة، بما انه عم نحكي عن مواصلات من الطريق من ألمانيا لسويسرا في رسوم عبور لازم تدفعوها أو بتتخالفوا. بالفيديو الجاي رح خبركم كل هاي التفاصيل، كيف بتدفعوا رسوم العبور أو شو لازم تعملوا مشان ما تدفعوا رسوم العبور وتكلفته وكل هاي التفاصيل الصغيرة. وأخيرا بعد تعب شي ساعة وأخيرا لقينا صفر السيارة، وهلأ رح نمشي ونروح نستكشف المكان او المنطقة اللي نحن فيها. حبيت شارك معكم هاي الصورة الحلوة، اكيد رح تفرحوا فيها مثلي. ما شاء الله المنظر بياخد العقل. طبعا بس بدي اخبركم عن هاي البحيرة انه مصدرها ما هو لا بحر ولا ينبوع او نهر، مصدرها هو ذوبان الثلوج على جبال الألب، وهو اللي مشكل هاي البحيرة. قبل ما ازور هاي الدولة قرأت عنها وعرفت انه أصحاب الطبقة الغنية فقط هن اللي بيعيشوا بهاي المدينة. كمان قرأت إنه هي
ما في أبدا فقراء، حتى لو من سكان المدينة الأصليين لا تحتوي على الفقراء ما أبدا. شاء الله المنظر بجنن، وهنيك لبعيد ما بعرف إذا مبين، عم حاول أعملكم فوكس على الكاميرا. هاي الشغلات البيضة هي جبال القلب. إن شاء الله المدينة اللي بعد هيدي أو اللي راح نزورها راح تكون قريبة كتير على جبال القلب، وراح نشوفها بشكل أقرب. من الشغلات اللي اكتشفت انه هذا الشاطئ ابدا ما كان للسياحة، كان فقط لعبور القوارب. بعض الناس بلشت تشتري بيوت بهيدي المنطقة وعلى الشواطئ، وتحول وقت لأغلى مصيف في العالم. وبعدها كنا ماشيين وسمعنا اصوات عرس او احتفال وكذا، وبس اجينا حتى نشوف. ما عندي اي فكرة اذا هذا الاحتفال ثقافي او ديني، لكن بس حبيت صوره. Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadhu Gaura Bhakta Vrinda. كمان رحلتنا راح تشوفوها بالجزء الثاني من الفلوج، وكمان هذا راح نروح نتعشى وراح الاوتيل لان كتير تعبانين. المعدن بيعرض أهم المباني والمتاحف الموجودة بزيورخ، من بيناتهم متحف الفيفا. هذا كان كل شيء بهذا الجزء. الجزء الثاني كمان راح تشوفوا تكاليف الأوتيل، تكاليف الطريق، وباقي المدن اللي زرناها. بشوفكم بفيديو جديد. لا تنسوا تتابعوني على انستغرام والتيك توك وتشوفوا الفيديوهات القديمة. بحبكم كتير، سلام.